ربنا زعلتك كتير، بس انت رحمتك كبيرة. لما بزعل حد بطيب خاطره بكلمتين بيسامحني. مش حال انت بقى ربنا كلنا عارف كل اللي جوانا، قلناه او قلناهوش بتسامحنا من غير ما بنتكلم عشان انت رب قلوب. عارف ان احنا كلنا محتاجين لك، ومن غيرك ولا حاجة. انا مسافر بطلب منك ان انت ترجعني، بس مش عشاني، عشان سليم ابني مالوش غيري. بلاش تزعلوا بيا عشان هو بيحبك قوي. لو رجعتني هعلمه يعمل خير، مش خليه يأذي حد، مش خليه يعمل كل اللي انا عملته في حياتي. لكن لو ماليش نصيب ارجع، خلي بالك منه، ما تزعلوش، احميه وحفظه. انت احن عليه مننا كلنا يا رب. قبل أي كلام، أقوالك الجديدة ممكن تضرك أكتر ما تنفعك. يا ترى المحامي فهمك ده؟ محامية ربنا يا باشا. افتح المحضر يا ابني. ها، خير يا فتحي؟ في كام حادثة حصلوا في الفترة اللي فاتت مش لاقيين لها صاحب. أنا بقى هرشد عن اللي عملها، عشان المؤاخذة كان ليا يد فيها. زي إيه كده يا فتحي؟ زي حرق مبنى الضرائب العامة وإتلاف محتوياته في 12/10 اللي فات. ده كان لصالح ياسر نعمة، راجل أعمال فلسطيني الجنسية مصري الأصل. سرقت وخطف أتوبيس سياح في نزلة البطران 20/6 اللي فات. ده كان بأمر من اللواء سعيد غرابة، كايداً في زميله العقيد مصطفى جعفر، مدير أمن منطقة الأهرامات دلوقتي. مجزرة المطرية وتسليح 20 راجل من اللي استنى، أنت عارف اللي أنت بتقوله ده معناه إيه؟ عارف يا باشا، وفكرت فيه كويس أوي قبل ما أقوله، بس خلاص خلصت لحد كده. ايوه يا ظرف باشا، تمام سعادتك. لا يا باشا مفيش حاجه يا باشا، انا داخل عليه يا فندم 5 دقايق وبعنده، وهوصله لحد باب الطياره. تمام سعادتك. ماشي يا باشا. اهلا بيك يا مسعود باشا. خير؟ ايه جابك يا باشا؟ ده واجب علينا، وبعدين انا عندي تعليمات من سامي باشا زلط ان انا ما سيبكش الا على باب الطياره. كتر خيركم يا رب. اتفضل يا باشا. خير يا باشا؟ في حاجه؟ ايه معقول؟ الباسبور. هيفيد بإيه الكلام ده يا باشا؟ أنا خلاص اتحكم عليا واللي كان كان. رمضان، أنا قريت القضية وعارف إنك أنكرت ارتكابك للجريمة، وبعد كده رجعت واعترفت على نفسك. ليه عملت كده؟ ورضا حلمي علاقته بيك إيه؟ الأستاذ رضا هو السبب في كل اللي بيحصل لي دلوقتي ده. هعمل إيه بقى؟ الله يرحمه،
انا ما كانش الاتفاق اللي بيني وبينه ما كانش جرالي كل ده. اتفاق ايه؟ انت لو بريء بجد لازم تتكلم، ورضا لو حاول يساعدك وما قدرش في غيره يقدر. انت طلبت رضا علشان يقف معاك ويشهد في صفك، وفي التحقيق ما قلتش علاقتك بيه ايه او عرفته ازاي. رمضان لو قلت لك ان القضيه فيها ثغره ممكن تخرجك ترفض تتكلم؟ انا قبل ما ابقى محامي كنت رئيس نيابه، وعارف كويس الكلمه اللي بقولها لك معناها ايه. علشان اساعدك لازم تتكلم. اتفاق ايه اللي كان بينكم؟ الراجل ده بلعت في صدر رمضان، ما يغرقش شويه الخير اللي بيعملهم ولا المستشفيات هيبقى واحد يتبرع لهم ويتصور هناك. دي كلها حركات. الناس اللي زي الناس النوار دول عارفين انهم بياكلوا قوت الغلابه، عشان كده بيطلعوا شويه فلوس قال يعني عشان يريحوا ضميرهم. ما لو كان عندهم ضمير اصلا. ايوه يا استاذ رضا، بس انا مالي بالحوار ده كله؟ انت مالكش اي دعوه، الموضوع كله مسؤوليتي انا. انا ان شاء الله احاول افضحه واكشفه البلد كلها، بس ايد لوحدها ما تسقفش يا رمضان. عشان كده انا طلبت مساعدتك عشان تجيب لي اللي اتفقنا عليه. استاذ رضا، اللي تطلبه مني ده هيخرب بيتي من الناحيتين. يعني لو نوار بيه قفشني وانا بجيب لك الورق مش هيرحمني، ولو جبت لك الورق وعملت بيه زي اللي انت بتقول عليه الراجل يا اما هيسجن يا هيهرب بره البلد، وكده كده برضه انا عيشه هتقطع. عشان ما كملتش بقيه كلامي يا رمضان. بص يا رمضان، لو جبت لي اللي اتفقنا عليه هجيب لك وظيفه احسن من عند نوار دي 100 مره، ومرتبها اعلى من مرتبه مرتين. مش كده بس، لو عايز تسافر الكويت ولا دبي هسفرك. ها؟ قلت ايه؟ يعني رضا طلب منك تجيب له ورق من مكتب ناصر نوار. مظبوط يا باشا. وحنان دي مين؟ انا ما اعرفهاش، بس اللي فهمته انها راسية على كل حاجه. طب ما قلتش كده في التحقيق ليه؟ انت خفت تبقى جريمة سرقة مقترنة بالقتل وبالتالي تبقى العقوبة إعدام. مظبوط يا باشا، وده اللي حذرني منه الأستاذ رضا ليلتها. الاتفاق اللي بيننا أني أديله الورق يصوره وبعدين يدهوني أرجعه الفيلا تاني ليلتها. وعملت كده. ويا ريتني ما عملت. يعني يا دكتور بتخلي المواجهة في بيتي بتجيب الغلط عليا يعني؟ الغلط عليكم انتوا الاثنين يا نوار، بس احنا محتاجينه اكتر. وبعدين حتى لو قعدنا عنده انت برضه هتنفذ اللي عمارتك دي، وساعتها هيبقى شكلك وحش قوي. اسف يا دكتور، اللي انت بتقوله ده مش هينفع. كلم الشيخ جاسم اللي انتوا بقيتوا محتاجينه النهارده اكتر مني، وما تخليهوش يجي، لأنه لو جه هنا هطرده. أنت اتجننت يا نوار؟ كل ده علشان حتة بنت مغنية زي ورقة البفرة بتتملي وبتتلف وتلف من إيد لإيد؟ يا أخي سيبها لي ما دام مهبول بيها وأشوف لك أي واحدة تانية. الحكاية مش تانية، أنا دماغي قفلت، وطالما الموضوع كده عندي بعندي أنا دماغي حجر. حجر بيتكسر يا نوار. الشيخ جاسم لو ما خدش اللي هو عاوزه شغل كتير هيتعطل، وانت عارف الشغل ده ورا مين. يولع. يا خساره يا نوار، انت اللي هتولع، انت اللي بتتخانق عليه. ايه ده؟ في ايه يا دكتور؟ في ايه يا دكتور؟ ما احترمتنيش يا نوار، ما نفذتش اللي امرتك بيه. شيل يا ابني مني، ما بحبش اشيل الحاجات دي. يلا بينا. ثروة زيتون هو اللي قتله؟ ايوه، انا شفته بعناية بس ما قدرتش اقول. ليه ما قدرتش؟ هددوك؟ ما حدش يعرف اصلا اني شفته. انا ما جبتش سيرته في التحقيق. ليه؟ انا كده كده لابس القضية. اجي كمان اقول لهم انه زيتون بيه،
عشان ما لقاش روحي انا ولا عيالي؟ يا باشا مش كل اللي اتشاف ينفع يتقال. عشان كده رضا انكر معرفته بيك. لما فاض بيا وحسيت اني رايح ما بقتش عارف اعمل ايه ولا افكر ازاي. جبت سيرته في التحقيق، قلت يجي هو يقول على كل اللي حصل، انا مش هتكلم خالص، هو يحكي عن اللي حصل. وجه وقال لي اطمن ما تقلقش، قال انا مرتب كل حاجه والحقيقه هتبان قريب. واختفى رضا بعديها ورحت انا في الرجلين. شوف يا باشا، انا هنا مش بدفع ثمن جريمه انا ما عملتهاش، انا هنا عشان انا راجل اهبل وعبيط. لا 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 لا، ده عند امه الكلام ده، فهموا ان كل حاجه ليها خط يقف عنده. ايوه الاحمر. ايوه انت بس فكره بالاحمر وهو هيظبط معاك على طول. يلا يلا، سلام يا وسخ. سلام. ازيك يا شيخ المنصر؟ الحمد لله يا دكتور، الحمد لله. شايف مزاج سعادتك النهارده رايق وتمام التمام. وما يكونش رايق ليه يا اخوي؟ ما انا خلاص فتحتها محكمة الأسرة وكل واحد جاي يشتكي من التاني، اللي خطف مراته منه واللي مسحب بنته من ورا ظهره وعلى شوية صيع يا ولاد. لا يا دكتور، أنا الحمد لله لا ليا في الخطف ولا في الصحوبية. ليه يا شيخ؟ طبعا عرفت إن الكومي كان هنا. يا مش دي سلام برضه؟ سجايره؟ سجايره يا راجل يا بتاع السفيرس. ايه اللي عملته في الراجل ده؟ عملت يا دكتور؟ واحده وكره جوزها ومش طايقه تعيش معاه. انا مالي؟ تقوم ترافقها من وراه وفضايحكوا تبقى في الجرايد. شوف يا دكتور، الدين بيقول ايه؟ امسكوهم باحسان او سرحوهم بمعروف. لا والنبي يا اخويا، مش عليا انا الكلام ده. الكلام ده تقوله في التلفزيون في برامج الدروشه بتاعتكم، انتوا بتضحكوا على الغلابه. ومالي يا دكتور؟ بس انا خلاص هكتب عليها. تكتب عليها ازاي؟ هو لسه طلقها؟ ما هي نصيحه منك، جملتين صغيرين كده يخلوه يطلقها. بعدين يعني في راجل يرضى على نفسه انه يعيش مع واحده عارف عنها اللي هو عارفه يعني؟ طب وشهور العدة؟ لا، العدة عندنا ليها شروط. ليه يا شيخ؟ أهم شرط إنها ما يبقاش في بطنها عيل منه. اطمنت يا نوح؟ ربنا يشفيها يا دكتور. بيتعالج بأحسن والعلاج مش جايب أي نتيجة. لعلمك أنا عرفت المعلومة دي من بق العروسة. هي خلاص؟ بقت عروسة؟ أيوه. لا يا نور، لا، بس كومي برضو من الرجالة بتاعتنا. أنت كده بتزعل؟ لا، ما مستغربش زعلك يا دكتور. طب ده أنا عملت كل اللي أنا عملته ده جزاة ليه على اللي قاله؟ ولا بلاش. أصل إيه مش نقل الكلام؟ وبعدين ما القعدة كان فيها ثلاثة أربعة من الكبار، إشمعنى أنا؟ قعدة إيه وكبار مين يعني؟ يعني يوم مشكلته مع فريال لما طردها خد بعضه وراح سافر في فيلا حراز. داوود حراز، ما انت عارف اللي في القطاميه، وانت عارف بقى شيل داوود. وبعدين سكر بقى وهلفط في الكلام عن سعادتك كده. انا اول ما بلغني الكلام ده قلت لا، ما دام غلط في سعادتك يبقى لازم اعلم عليه. ترين لما جالي قاعد يقول لي اوعى تصدق اي كلام يتقال على لساني. فهمت يعني انا عندي حق ولا لا؟ اقول لك يا نوح، مبروك عليك. لا لا والله ما ترضيني. مبروك دي ما ترضينيش يا دكتور. مبروك على حق بقى، لازم تيجي لغايه عندي وتشهد على حق عشان تحصل لنا البركه. لا 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 لا، انا بقى هدلك على اللي يشهد علشان تحصل البركه. صح. ايه
اطلع على بنك اي بي. هما بعت لك الفاكس ده على اساس ايه يا استاذ حلاوه؟ توريه لبنته يعني؟ طبعا المستشفى مش عارفه توصل لها. ده غير ان خليف نجاك خلاص من حساباته بعد حركه المطار اللي انت عملتها معاه. فيبعت لمين غير المحامي بتاعه؟ انا الوحيد اللي على اتصال بيه. وبعتوه امتى ده؟ امبارح بالليل. الراجل خلاص بيفيص. بيفيص ايه؟ ده عامل زي القطط بسبعة ارواح. مش المرة دي، خلاص. خلاص ايه؟ التقرير بيقول لك اهو ان العملية ناجحة جدا. ده قبل ما ابلغه بالخبر، لو سمعت صوته لما بقول البلد مقلوب عليه ازاي، وهو هيرجع يتمسك في المطار، تحس ان واحد بيحشرج من جوه تربة. هيدخلها. بالذوق بالعافية هيدخلها. لا لا لا، مفيش حاجة اسمها بالعافية. بيبقى معاك الأستاذ حلاوة، يبقى كل حاجة تتم بالهداوة. أنا عايز أذلهم. فاهم يعني إيه أذلهم؟ تبقى تنجز في اللي أنا طلبته منك، ما دام منى توقع في أسرع وقت على عقود البيع والشراء والتنازل. لو الراجل فاق وعمل اتصالاته الدنيا ممكن تتعطل. اتصالات هي اللي تقلق منها بعد الفضيحة. ما كلها دايرة بالفضيحة. ولا أنت شايفهم يعني قلبهم طيب وملايكة؟ ما تضمنش. حد له خاطر عنده كده، واحد حابب يجامله كده. أهم حاجة وأحسن حاجة نعملها إن احنا نمشي بالسليم ونعمل الصح ونوثق ورقنا ونحط إصبعنا فين الدخين. ولا أنت مش عارف تخليها توقع؟ هيحصل غصب عنها. هيحصل. الو الو تولين ريمون بان جمال جمال بورديم سيني جرمام لازم ايم ايم تمام تمام كافيه ديم تمام سويدين يا رجل جمال هكت مسامين ديكت ات تمام تمام بيكي باي باي لو تعرف سليم بيحبك قد ايه يا نجاه، ده كانك واحده صاحبته في المدرسه. ده سيمو ده حته من قلبي، انا لو طول ارجع عيله صغيره عشان افضل قاعده جنبه على طول اعمل كده، مش انت برضه كده يا سيمو؟ كده. اهلا بيك يا نجاه. اهلا بيك يا ست الكل، والله العظيم يا استاذه انا بحب حضرتك قوي، بس انت احلى ما بتطلعي في التلفزيون. انا ومراتات اخويا ليلاتي نقعد نتفرج على البرنامج بتاعك ده، ده افيونا عندنا. ميرسي يا نجاه. ربنا يخليكي دايما كده وتساعدي الناس الغلابه. الاسي جمال فين؟ بابي 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 مسافر اسكندريه وراجع على طول. الا قولي اخبارك ايه يا نجاة؟ انا الحمد لله، بس ابوب واخويا حالته وحشه قوي. البنت زينات اخر مره راحت زارته رجعت مخنوقه ومغمومه من عنده. نقول لها مالك؟ مش عايزه تتكلم. انا قلت اجي لسي جمال يروح يزوره ويطيب خاطره بكلمتين. اصلك ما تعرفيش سي جمال ده غالي قوي عند ابوب واخويا. وانت عرفت ان جمال هنا ازاي يا نجاه؟ ما تخافيش مني يا ست ليلى، سي جمال هو اللي قال لي انه هيسيب سليم عندك. ما تخافيش، نجاه من العصابه. يقطع العصابه وسيرتها، النبي يا سولي ما تجيبش سيرتها تاني. طب انت مش هتخرجيني بقى زي ما قلتي؟ اه، بس لما الاستاذه ليلى توافق. تخرجوا تروحوا فين؟ اصل انا قلت يعني اخد سليم اخرجه معايا اجيب له جيلاتي ونتمشى شويه، اصل وحشني قوي. ايوه بس بليز يا ترى هنرجع على طول. بليز بليز بليز. اوكي
سن شكور ستم لسن شكور في مسن Aslında sana çok kızgınım biliyorsun değil mi? Ama sesini duyunca her şeyi unuttum. İstemedim oldu. Tamam 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 biliyorum. Siz hiçbir şey söyleme. Senin gözüne bakınca her şeyi anlıyorum ben. Keşke seni tanımasaydım dediğim için bana kızma ne olur. Tamam mı? Ben sana kızmam ki. Sana haklısın. Hadi sana anlattım. Anlat. Ondan nefret ediyorum. Ondan gerçekten nefret ediyorum. Hayatımda gördüğüm en vicdansız adam. Bana kendimi ne kadar kötü hissettirdiğini anlatamam sana. Hiçmişim gibi. Bir, sanki hiç yokmuşum gibi davranıyor bana. Peki bana nasıl gelebildi? Onun tuhaf kendine ait sapıkça... tuhaf işkence metotları var. Aslında her şeyi yapmama izin veriyor. Buraya gelmeme izin veriyor. Kuaföre gitmeme izin veriyor. Hatta benim seyahat etmeme bile izin veriyor. Ama işte buradayım. Elinin içindeyim. Avucundayım onun. Kendimi gerçekten kafese kapatılmış bir kuş gibi hissediyorum. Bana nasıl sapıkça şeyler yaptığını anlatmaya gerçekten utanıyorum. Hoş geldin. Nasıl da geri döndün? Şu haline bak. Niye beni bırakmıyorsun? Ne istiyorsun benden? Benden ne istiyorsun? Buna ben karar veririm. Senden nefret ediyorum. Senin her şeyinden nefret ediyorum. Öldürsene beni. Niye öldürmüyorsun beni? Senden nefret ediyorum. Seninle yaşamaktan nefret ediyorum. Yüzünü duymak nefret ediyorum. Senden nefret ediyorum. Nefret. Nefret ediyorum. Nefret ediyorum. Elimi kirletmeyeceğim. Bırak. Bırak. Bırak kolumu bırak. Bırak. Mehdi'nin bir önemi yok. Sen beni avutmak için söylüyorsun. Neler hissettiğimi bilsen. Çok acı çekiyorum ama. Mehdi senden vazgeçeceğimi zannetti. Yapamıyorum. Yapamıyorum. Ben yardım etmeni istiyorum. Ne istersen söyle. Ne istersen. Mehdi hakkında her şeyi bilmek istiyorum. Tamam. Tamam ne öğrenmek istiyorsan. Ne öğrenmek istiyorsan söyleyeceğim sana. Kim Tanver? Onun hakkında bir şeyler biliyorum. Safa Aydi, eli hassa fiyan min avval. Ve hassa adhastak bizzabt ya Mehdi. Adhastı. La hiç beleşine gılat. Kif bikunu sahlık ya? Lek ma tahat rasak di rasi. Hek şebab الشام rah yizalu. Entü malak ad zalu. Ve ne fakir enne hene tulu min hon. وانت دخلت بيتي راح تصيرنا قد بعض؟ انا مش صغير يا مهدي وكل اللي بيشتغلوا بالبزنس تبعنا بيعرفوا مين طه انوار السوق ما فيها غير راس واحد انا مش هيدا كان اتفاقنا من الاول مين اللي اتفق معك من الاول؟ انت انا تو انا اللي بقدر الغي الاتفاق Günden beri aralarındaki anlaşmazlıklar hiç bitmedi. Zaten
Daha kolay lokma olsaydı Mehdi onu çoktan öldürmüştü. Ondan bu kadar nefret mi ediyor? İnanılmaz nefret ediyor hem de. İnanılmaz. Ne düşünüyorsun sen? Ha? Tahir'e ulaşmak çok zor bir şey. Ben değil. O bana gelecek. هو أنا ما قلتلكش يا سيمو بومبو عمل معايا كده ليه؟ ليه؟ عشان أنا اتجوزت من غير ما يعرف فزعل مني. وليه أنا جت تعملي كده؟ أصله يا سيمو راجل جدع قوي، حبيته وحبني، لقيت نفسي كده متشعلقة بيه من غير ما أخد بالي وبسمع كلامه، ده أنت حتى تعرفه. مين؟ عمك علي صاحب أبوك جمال. أنكل علي؟ آه، ده حتى لما عرف إنك عند الست ليلى، قال لي ده أنا نفسي أشوفه وأطمن عليه، بس أنا ما رضيتش أقول قدامها كده، شكلها مقلقة من طوب الأرض. كلام ايه اللي انت بتقوله ده يا سيمو؟ سي علي وحش يعني ايه؟ سمعت بابي هو وانكل بوبو بيكلموا عليه وبيقولوا ان هو ما بيقاش بيحب بابي زي زمان وعايز يأذيه. انت هتقولي بس كده كده جمال حقيقي، الواد اصله وحشني قوي. ده اللي انا سمعتهم بيقولوه. بابي كان شكله زعلان قوي منه، انت لازم تسيبيها نجات. طيب يلا بينا يا سيمو. مش هنجيب ايس كريم؟ لا بس هنا زحمه قوي، احنا هنروح مكان تاني، يلا بينا. سبحان الملك يا شيخ. يعني هو نوح السباعي هياكل عليك حاجه. بس ان الله مع الصابرين يا اخي. طب بص اسمع طيب. ايه رايك ادخلك بحصه معايا في المشروع؟ يوه طيب خلاص اديني يومين كده وانا هكلمك. يلا مع السلامة. في ايه يا نوحي؟ متعصب ليه يا حبيبي؟ طبعا لازم اتعصب بعد الخازوق اللي انت لبسته لي يا ست العرايس. انا لبستك خازوق؟ امال ايه؟ قعدتي تقولي لي كومابل كومي بيريل على روحه وانا بعت للناس اللي انت قلت عليه قوم يسجلوا. اوه لو قومي لغي التوكيل. لغى التوكيل؟ يا ابن الكلب. ها؟ ابن الكلب ولا حاجة. انت طلعتي نايمة في العسل. بالك انت ولغي التوكيل من انت. من 3 أشهر يا ست العرايس. يعني كان مخوني من 3 شهور؟ بقى من نفسه صحيح. طب وبعدين؟ أنا قبلين كل جلبية عايزة اللي دفعته. أنا هعمل إيه؟ اللي قبضته باليمين رميته في الأرض بالشمال. نصيبك يا قمر. طب وهتعمل إيه يا نوحي؟ هتديهم نصيبي؟ الحتة بتاعتي؟ أنا برضه معقول أعمل كده. أضحي بالحتة بتاعت الحتة بتاعتي. تسلم لي يا حبيبي. لا بس انت ما قلتليش هو انت مصفره الحسابات ولا ايه؟ ما هو على ايدك يا حبيبي. هما الودعتين بتوع ماما اللي في البنك وما اقدرش افكهم دلوقتي. طب انا افكنا يلا هو كله هيتخزن من المؤخر اللي هدفعه لك عشان سلامته يطلع. هو انت اللي هتدفع المؤخر عنه؟ امال ايه؟ مؤخر جديد اخر صايحة في عالم الطلاقات ومش متسجل باسم حد غير اسمك انت. معلش يا نوحي ما كل ده بتاعك انت في الاخر يا حبيبي. طبعا يا حبيبتي كل ده بتاعنا. امال هيبقى بتاع مين يعني؟ يلا على البركة. السلام عليك يا سي علي. ما جبتيش الواد ليه يا ماري؟ واد؟ سليم.
رحت عشان اجيب، والواد كان فرحان قوي، كان عايز يخرج عشان يشم شويه هوا. فجاه يا حبت عيني جاله حته دين دور برد وبقى سخن ومش قادر يطلع. سخن؟ تعبان قوي قوي. تعبان؟ عارفة يا مريم، أنا كان ممكن أمسكك أنت وهو وأنتوا خارجين من المول، بس أنا ما رضيتش. عارفة ليه؟ علشان أعلمك الندم. أبوس إيدك، ما تعملش فيا حاجة، أنا عملت كده والله عشان خايفة عليك وأيمان المسلمين. أنا كنت خايفة يعني إنك تعمل حاجة وحشة وتعيش بذنب الواد طول العمر. الواد صغير ملوش ذنب في اللي بينك وبين أبوه. وكمان عرفت اللي بيني وبين ابوك؟ والله العظيم انا فكرت ان انا ببعد عنك الشر. انت يا تافهه يا زباله تفكري لي. ارحمني ابوس ايدك. تعسي يا عمري تكدبي عليا يا واطي يا جزمه وتقولي لي عامل ايه وما عملش ايه؟ قلت والله العظيم ما عامل كده تاني. تصبح على خير. سلام.